السلام عليكم ورحمة الله. الخوت هديث العادي الاكسترا ديال السروه ديال هاواي ديال نسا او طايتي كل شنو كيسميه هذا رسلة اكسترا هادي ربما بيناش شوية بوضوح فيها 25 كيلو. وبالنسبة لهذه السلعة هادي راه كنطلعو نسيتها قبيلة شوية هادي انجليز هي واحد السيدة علقات قالت لك انا فتحت هاد السلعة هادي وما خرجت ليا ناقصة شوية. المهم باش تعرفوا راه كاين فيه البروميير والدوزيام هاد السلعة. يعني انا كنهضر معاكم على البروميير، ربما هاد السيدة فتحت الدوزيام وخرجت ليها ناقصة حتى هاد العالم هذا راه بحر. وبالنسبة للحريفية راه عارفني شنو تنقول، عارفني واش تنهضر بصواب ولا كيف ولا طالقة. المهم هادي راه بروميير والدفعة الأولى بالنسبة للحريفية، راه الدفعة الأولى كتكون مختلفة على الدفعة التانية. المهم هذا راه طايتي ديال نسا تا هو راه خصو شي واحد مرحب 25 كيلو. وكاين هذا راه رومي تا المهم حوايج نسا صيفيين هادو. يلا اللهم يسر اللي خصو شي واحد شي حاجة مرحبا. ناس كتسول على المدينة ديالنا، حنا في قنيطرة.